بس كأنه وقع منكم هدول المصاري. معقول يكون سانسكار هو اللي بعت هدول الزعراف؟ خلينا نروح. يلا. أنا هلا صرت مرتاحة كتير لأنه سوارة تذكرت إنه هي مرته لسانسكار. أنا فكرتها تذكرته من ورا الصورة. كأنه الأمور بلشت تتحسن هلا. شو في شبك؟ انبسطي شوي بهالأخبار الحلوة؟ ماني قدرانة يا شيخار. القدير عم يمنحنا السعادة بس من ناحية واحدة. طيب معلش ما تبكي شيخار، أنا كتير حابة إنه أعيش هالولد بس مو بهي الظروف. خلص حاجة تفكري وما بدي إياكي تبكي. خلص أنا آسف، أنا ما بعرف شو لازم أعمل بهالموقف، بس بعرف شغلة واحدة إنه أنا ما بدي أخسرك. أنا بدي أكون جنبك وما بدي أشوفك زعلانة بنوب. طيب بس اللي أنت رح توافق على قرار الإجهاض ولا لا؟ إذا بتريد أنا ما بدي هالولد يجي على الدنيا بنوب ويضل يتحمل المسخرة طول حياته. ما بدي حدا يحكي ويضايقن لبناتي بسبب مو حابة إنه يصير فيهم هيك بسبب. شيخار أنا بعرف نحن الاثنين حابين هالولد، بس بعد اللي صار اليوم معنا ماني قدراني أخليه بنوب. وأنا كمان قلت لهم إني ناوية إنه نزلوا للولد. طولي بالك شوي. كيف بدك يعني طول بالي الشيخار؟ هي بيت أحماها لراجين يعرفوا هلأ إنه أنا حامل، وكل العالم رح تعرف كمان. أنا عن جد ماني عارفاني شو لازم ساوي وماني فهماني شي. أنا ماني عارفاني حتى إذا هالشي صح ولا غلط، ولهيك بدي إياك معي هون. ألو سوارة؟ لا يا ابني أنا أبوها. سوارة مو هون ونسيانة تليفونها. أنت ما شفتها؟ لا بابا، هي طلبت مني أنه أجي لهون على الحديقة وأنا صلي شوي وناطرها، بس هي تأخرت علي شوي. ابني بتكون على الطريق أكيد، هلأ بتصل لعندك، دور عليها مني. طيب بابا أنا رح روح دور. إيه طيب، وأنا بدي منك أنه تحكي معي إذا بيلزمك أي شيء يا ابني. ماشي بابا، وكمان إذا رجعت سوارة على البيت يا ريت تخبرني فورا. إيه أكيد. هذا سانسكار اللي دق لسوارة، قال لي إنه سوارة دقت له وبدها تشوفه بالحديقة ولسه ما وصلت. يا قدير
وين راحت البنت؟ أنا لازم أحكي مع سهيل هلأ. الرقم المطلوب مقفل وخارج نطاق التنقية. الرجاء المحاولة لاحقا. شكرا. سكر تليفونه. بس سوارة شو بده يكون صاير؟ سوارة اشربي مي. لا ما بدي. عم قلك اشربي. أنا عن جد مالي عرفان كيف يعني معقول أنا ما قدرت أعرف حقيقة سانسكار من قبل. أنا آسف سوارة، أنا اللي قلت لك إنه تروحي تشوفي سانسكار وليك شو صار معنا هلا، مريت بكل هالمشاكل بسببي. لا ساهل، أنت ليش عم تعتذر؟ أصلاً أنا كنت محتاجة أشوف هالموقف لأنه هيك أنا بكون تأكدت من شكوكي إنه هي صح وما أنا غلط. أنا فكرت إنه سانسكار شخص عن جد منيح وهو طلع حقير. هو أكيد واحد مجرم سافل وبيلعب على الحبلين، حتى إنه هو بيعمل حاله شخص كتير منيح قدام العائلة، وهو بالمقابل عم يبعث ناس لحتى يقتلوني. أنا عن جد ما بعرف كيف عائلتي وافقوا إنه يجوزوني لشخص مجرم وحقير مثله. أنا ما عم بتذكر ولا تفصيل. أنت عن جد قليلة حظ، حتى أنا مالي فهمان ليش بده يقتلني. وأنا عم حس بالقرف من حالي. أنت لازم تكوني ست بهذا العمل وما بصير تكوني أم من جديد. هاد الولد ما لازم يخلقها هي الدنيا، لهيك أنا رح أعمل إجهاد. راجيني شو عم تعملي؟ لك شي شوف، لأنه سوارة راجعة حابة أني نظف لها الغرفة قبل. طيب حبيبتي. هاد مو غطا المخدة. إيه صح معك حق، آسفة. راجيني شوفي، أنت خايفة من شأن أمك ما؟ لك شي، أنا هلأ أخذت قرار. قرار شو؟ أول شي أنت لازم توعدني إنك توقف معي بقراري وتدعمني كمان. بوعدك، بس قلي لي بالأول أنت شو قررتي؟ انت واثقة انه بدك تعملي هذا الشيء؟ لك شيء، هذا الخيار الوحيد اللي ضل قدامنا. اتفقنا، وبوعدك انا معك، وهالشيء مو لانه انت مرتي وبس، بس لانه الشيء اللي انت رح تعمليه هو الصح، وانا بعرف انه مرتي مستحيل انه تاخذ اي قرار غلط. شكرا حبيبي. ليكي أوترا، ليكي الأكل بالبراد طالعين وسخنين، هلأ بتجي سوارة، يلا بسرعة، هي بتحبها لهالأكلة، يلا. لاكشي سوارة إجت لهون، يلا نشوفها. يلا يلا أختي، خلينا نحضر كل شي بسرعة، أنا رح أستقبل سوارة استقبال بجنن عن جد. إيه أختي، أكيد سوارة بتستحق أكثر من هيك. وليكو سانسكار إجا كمان. سانسكار شو، وين سوارة؟ ليكي فات على البيت وتارك سوارة لحالها برا، معقول هيك؟ أنا عن جد تعبت منه. سوارة سوارة سانسكار، أنا ما شفت سوارة، مو جاي معه؟ سانسكار
ابني سانسكار، وين سوارة؟ ما شفتها برا، أنا لي زمان عم بنتظرها. أنا ما شفتها. انتظرت كتير وما اجت، دورت عليها كتير بس ما لقيتها. وانت دورت عليها؟ شو قصدك ما لقيتها؟ انت شو عم تحكي يا سانسكار؟ يعني هي ما اجت. طيب معناتها لوين راح؟ ليك هي معي. سهيل؟ وين سوارة؟ سوارة هلأ صارت بأمان، انت ريح بالك. بس أنا ما تخيلت إنك تكون نادل لهالدرجة سنسكار. عفواً، شو القصة سهيل؟ انت ليش هيك عم تحكي؟ وعم تسأل كمان؟ ما بتعرف ليش؟ وشو هاد؟ انت فعلا شخص بوشين، انت عم تمثل انك حدا منيح بس انت بالحقيقه ندل. سهيل، انت شو عم تحكي معه؟ انا عم احكي الحقيقه، ابنك اليوم بعد ناس معه سلاح لتقتل سوارة. بس كانت محظوظة أني كنت معها، وإلا أنا بعتت ناس لتقتل سوارة؟ سهيل أنا ما بعتت حدا أبدا. سانسكار تذكر أنه أنا وعدتك، كنت رح وقف معك لترجع لك سوارة، ولهيك أنا ضليت وراها لحتى قبلت تشوفك. أساساً هي ما كانت قبلاني تشوفك، لأنه كانت عرفاني أنه أنت عم تحاول تقتلها مرة تانية، وأنا عم قلها أنه هي غلطانة. وبعد اللي عملته اليوم هي رجعت لحالتها من أول وجديد. هات شو عم يخبص؟ لك انت شو عم تحكي؟ خلص شو هالحكي الفاضي؟ كيف بتحكي معه هالحكي وانت ما بتعرفه؟ لك ابني مستحيل يعمل هيك شغله مع سوارة. ما بيصير هالحكي. سانسكار بيحبها كثير لسوارة على فكره. هو مستحيل يفكر انه يأذيها بهي الطريقه. انت لازم تصدقني، انا ما لقيت سوارة هنيك، دورت عليها كثير ودقيت لك بس انت تليفونك كان مسكر. ومنيح انه سكرته. احسن ما تهجم عليها وهي بسيارة. بس سهيل بكفي، ما عاد تحكي ولا كلمة ضد أخي، فهمان؟ نحن منعرف إنه أخي ما بيعمل هيك شيء، هو ممكن يموت من شان سوارة، مستحيل إنه يأذي شعرة منا، فهمت؟ لك شيء يمكن أنت ما بتعرفه منيح، بس أنا صرت بعرفه، وأنا أجيت لهون أقول لك إنه سوارة بحمايتي. والناس اللي بيحبوا سوارة ما في داعي إنه يخافوا عليها، بس بفضل إنه أنت ما تقرب على سوارة أبداً، لأنه أنا رح ضل معها، وإذا لسه بتحاول تتعرض لها رح خبر الشرطة. معقول؟ شو هالحكي الفاضي اللي قاله؟ ايه اختي، في شي غلط عم بيصير. احنا لازم نروح لعند سوارة ونحكي معه ونفهمه. يلا تعالي معي اختي. استنوا. ما بدي اي حدا يروح هلا. ممنوع حدا يحكي مع سوارة كمان. شو ها؟ ماما اللي صار سوء تفاهم. وكل شي مع الوقت رح ينحل. بس أنا كمان ما بدي أجرح سوارة، خصوصاً إنه هي لسه بهي الحالة.
لازم نفهم سوارة الحقيقة. لك ابني بطل يسمع مني ولا كلمة، مو معقول. والموضوع ممكن يسوء أكثر من هيك إذا نحن ما حكينا مع سوارة. مين رح يبعث ناس تقتلها؟ وهلأ مين ممكن يكون عدوها لسوارة الجديد؟ سانسكار بعد ناس ليقتلوه؟ هذا بس إحساس سوارة بابا، بس نحنا كلنا منعرف إنه سانسكار مستحيل يعمل فيها هيك شيء. إيه بنتي أكيد مو معقول، هو مستحيل يعمل هيك فيها. أنا صرت عن جد خايفة على سوارة كتير هلأ. عن جد؟ سوارة، عم تقولي إنك خايفة علي يا ماما؟ لكن لشو؟ كل الوقت كلكم كنتوا عم تكذبوا علي. بنتي نحن كذبنا لأنه بس فكرنا، فكرتوا ماما؟ انتوا كنتوا بدكم تخبوا عني الحقيقة لأنه جوزي واحد مجرم، مو؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه سوارة؟ هي بس الحقيقة رجيم. هو اليوم حاول يقتلني مرة تانية، بعت لي ناس مسلحين ليقتلوني. سوارة اللي صار سوء تفاهم، وسانسكار بحبك كثير ومستحيل يأذيكي سوارة، هو مستحيل يفكر إنه يجرحك، كان رايح ليفهمك شو صار وبس. أنا ما عاد أقدر صدقكم بعد اليوم راجيني، لأنه أنا متذكرة كيف كان بده يقتلني. هو كان حامل المسدس وبده يقتلني، وأنا ما فيني أنسى نظرات عيونه كيف كانوا. وانتو هلأ لازم تقولوا لي شو هو السبب الكبير لحتى كان بده يقتل مرته بهالطريقة. كان في سبب سوارة، ما كان بده يقتلك. مالك متذكرة شي؟ لا مو هيك أبداً راجيني، بس أنا متذكرة شو عمل فيني. وأنا رح أقلك السبب لحتى يقتلني، بس لأنه هو واحد مجرم، هذا هو السبب الوحيد. واليوم بعت الناس مع سلاح ليقتلوني، حتى ساهيل كان معي، وهو كمان كان كتير مصدوم بحقيقة سانسكار. ولهيك نحن رجعنا، رحنا على الشرطة وقدمنا شكوى. تعرفوا شو اكتشفنا كمان؟ طلع عنده سجل بالجرائم بالشرطة، وهو كمان كان مسجون من قبل. كل اللي عم تحكيه غلط سوارة. لكن شو الحقيقة راجيني؟ يا جماعة هذا الشخص حاول يقتلني مرتين وانتم ما عم تقتنعوا وبدكم ياني ضل واقفة هيك؟ لا نحن واثقين انه سانسكار ما بيعمل هيك شيء ابدا يا بنتي. اليوم شفته بعيوني عم يعطي مصاري لهدولك الناس. طيب انسوا موضوع اليوم، هو قوص علي انا متأكدة ومو نسيانة. ايه هو قوص بس ليحميكي، هو ما قوص مشان يقتلك سوارة. افهمي هو مستحيل يأذيكي. إيه بس هو كان عم يكذب عليكم كلكم، بس انا هلا عرفت انه هو شخص وسخ بوشي. وانتو خبيتوا عني الحقيقه كلكم، خبيتوا عني حقيقه انه جوزي هو واحد مجرم وقاتل. انتو اهلي وكتير حسستوني بالخذلان. هلا انتو خليتوني افقد الثقه. لا يا بنتي سوارة، اسمعيني اختي، انت فهماني الموضوع كله غلط. طيب معلومات الشرطة كمان غلط راجيني؟ سوارة كل هذا كله لا سمحتي اختي، انا ما عاد بدي اسمع شيء ابدا. خلص بكفيني، انا هلا ما عاد فيني اوثق بحدا منكم، انتو خدعتوني. سوارة حكيك مو صح ابدا. سوارة اسمعيني بس شوي. سوارة
هي ما رح تسمع حدا وهي بهالحالة. أنا رح شوفه. طيب ابني. سوارة لو سمحتي، سوارة افتحي الباب إذا سمحتي، اسمعيني شوي. سوارة دقيقة بس خليني أحكي معك لو سمحتي. اللي عم تفكري فيه أنت مو صح. لك شي؟ لك سوارة ما عم تسمع مني ولا كلمة. سوارة راجيني اهدي شوي، سوارة ما رح تسمع مننا شي. ونحن شو لازم نعمل لك شي؟ أنا عندي فكرة. شو؟ تعالي. تفضل استاذ، في شخص اجى ليشوفك. مين هو؟ انا ما بعرفه، بس هو كان عم يحكي عن شغله انا ما فهمتها وبده اياها. خلي فوق، في بس طريقه واحده لنقنع سوارة. يلا روح جيبيها لهون. طيب انا رح روح وجيبها فورا. سوارة أنا بعرف إنه أنت مزعوجة مني كتير كرمال الأيام القديمة اللي بيننا، وإذا أنت بتحبيني افتحي لي الباب بس شوي. سوارة إذا بتريدي بس هالمرة، أنا لازم فرجيكي شغلة مهمة لو سمحتي. تعالي معي شوي. انتي شايفة سوارة؟ سوارة ليكي شوفيها لهالصورة منيح. هاي صورة وقت كنتوا بحفلة موسيقية. وهاي الصورة كمان بهاي الصورة سنسكار غمض لك عيونك، كان عامل لك مفاجأة وقتها. أخذك جولة كمان بطيارة هليكوبتر وكنتي مبسوطة. وشوفي هاي كمان، بيومتها أنت ضيعتي خاتم خطبتك مشان ما تزعلي. قرر سنسكار يطلعك مشوار برات البيت وجاب لك خاتم جديد بجنن ولبسك إياه، وكان هذا يوم مميز كتير عندك أنت وقتها. كنتوا بتحبوا بعضكم كتير، ما حدا قدر يفرقكم. سوارة طلعي منيح على الصورة، شوفي قديش كنتي مبسوطة. يعني انتي معقول مو شايفة حبكم بكل هدول الصور؟ طلعي وشوفي قديش كنتوا مبسوطين. طلعي هون سوارة. سوارة في ناس ما بتقدري تعيشي من دونهم. القدير بيبعت لنا ياهم لأنه كل الوقت بتكوني عم تصلي لتلاقي هدول الناس بحياتك، وأنا كنت عم بدعي إنك تكوني أنت إلي، لأنه حبي إلك ما بقدر إنه أوصفه بكلمات أبدا. أنا هدفي بالدنيا إني أسعدك. أنا حابب إنه أكمل معك كل اللي ضل من حياتي. سوارة بتقبلي إنك تتزوجيني ونكمل حياتنا سوا؟ في هذا اليوم سانسكار طلب إيدك للزواج.
سوارا، سانسكار هو الوحيد اللي بيحبك بطريقة مجنونة. لا تشكي بمشاعره أبدا سوارا، سانسكار الوحيد اللي ما بيقدر إنه يأذيكي أبدا. أنتي ما رح تصدقي قديش هو بيحبك أختي. هو مستعد يموت كرمالك سوارا. تفضل. إنه ما عم توثق بحدا غير فيك أنت، وأنا هلأ عم شوف السعادة نفسها اللي كانت على وشها واللمعة بعيونها. شو هاد؟ نحن متفقين على 50,000 وعلى أساس ضربني ضربتين بس. خد، دير بالك انه المح وشك، اسمعني منيح، هدول المصاري اعطيتك اياهم حق الضربتين اللي ضربتك اياهم. دير بالك اني شوفك مره تانية. يلا روح، بسرعة لشوف. سوارا ما في حدا بيقدر يبعدك عني، ما حدا. انت بتعرفي شو؟ حتى ماما قالت لي انه انا كثير مناسب لك. انا ضيعت حبي مره بس ما عاد رح يضل. انا ما رح اخسرك ولو شو ما كان الثمن، وانا رح خليك تصيري الي هلا. سانسكار انت ما تخاف علي ابدا، انا ما رح اصير لي شيء. سانسكار انا وانت توعدنا نضل مع بعض كل العمر، ونحن رح نوفي بهذا الوعد لو شو ما صار. سانسكار انت ما اكلت شيء من الصبح، على الاقل بس خذ شراب الحليب. مو جاي عبالي راجيني. سانسكار انا حاسه قديش صعب اللي عم تمر فيه هلا، بس صدقني اخي أكيد رح يجي اليوم اللي تتذكر فيه سوارة كل شيء. قولي لي راجيني، رح تكون سوارة نفسها يلي كنت حبها قبل ما تفقد ذاكرتها؟ بس شفت هالصور كلياتها أنا فهمت شغلة واحدة، إنه هو مو مبين شخص سيء أبداً. أنا قصدي كل شيء كان عم يعمل لي إياه
كان كتير حلو ولحظات مميزة. هو عمل كل هالشي الحلو كرمالي إلي، معناته كان يحبني كتير ومبين إنه أنا بحبه. كان زواجنا مثالي. أنا شو عم يصير معي؟ يعني هو كان منيح معي وكل اللي حوالي عم يحكوا نفس الحكي. عن جد هلأ ما عم بعرف شو بدي أعمل. ألو سوارة، شوفي أنت منيحة؟ إيه ساهيل أنا منيحة. بس أنا حاسة إنه ضايعة شوي ساهيل. أتوقع إنه فهمنا سانسكار غلط. شو بك؟ ولا شيء، بس راسي واجعني شوي، ماني عرفان من شو. أنا آسفة ساهل. لشو أنت عم تعتذري؟ أنا صديقك سوارة، ولما أنت بتحكي عن وجعك لصديقك وقتها بخف الوجع. وجعنا واحد. تعرف ساهل، من وقت ما عرفتك وأنت مثل الحارس بالنسبة لي، وقفت معي بأصعب اللحظات اللي عمر فيها بحياتي، وأنا حياتي كلها ضايعة. أنت اللي كنت جنبي دائماً، وأنا عم حاول ما خليك تضيعي أكثر. منيح؟ صدقيني سوارة، ما رح أخذلك طول ما أنا عايش، ورح ضلني معك دائما. شكرا إلك، باي. رجيني، انت منيحة مو هيك؟ ايه اختي انا منيحة. رجيني اكيد منيحة؟ ايه لك شي منيحة انا. راجيني حبيبتي، ساوي له شاي بالبهار لأبوكي. راجيني بنتي، طلبت منك تساوي شاي بالبهار لأبوكي. حاضر. راجيني، راجيني لك شو صار لها؟ راجيني ناكشي بسرعة، خذ راجيني على غرفتها. خليني احكي مع الدكتور. كتير تأخر الوقت ولساتهم ما رجعوا لهلا. شو بيكون صاير معهم؟ رحتوا لعند الدكتور ونهيتوا القصة؟
سمعناها هذا الموضوع خلصنا منه. شكرا يا قدير، حميت لنا سمعتنا. هذا الولد مو صح يجي على الدنيا. أنا ارتحت هيك أحسن إلنا كلنا. مبروك إلكن، بنتكن راجين طلعت حامل. شو؟ راجيني؟ راجيني، أنا كتير مبسوطة. وأخيراً، يعني ما في أحلى من هذا الخبر بالدنيا. ألف مبروك يا بنتي، القدير يحميكي. ألف مبروك. شكراً. على هذا الخبر ما عاد حدا رح يهتم فيني أبداً. بعد كل شي صار راجيني حامل، يعني نزعت لي كل مخططاتي بهالخبر. ألو؟ مرحبا أختي، أنا كنت بدي خبرك إنه راجيني حامل. بنتي حامل؟ عن جد عم تحكي؟ إيه أختي، كل اللي بالبيت هم مبسوطين على هالخبر الحلو. إيه معك حق أختي، سجيتي هالخبر بجنن عن جد. ألف مبروك إلكن كلكن. مبروك إلك كمان. معلش أحكي كلمة واحدة مع راجيني بس؟ إيه طبعا، يلا فورا. يلا بس دقيقة لأخذ للتليفون. خدي احكي مع ستي. ايه ماشي ماما، بقدر قوم؟ الف مبروك يا ابني، عن جد هالخبر بجنن. انا كتير مبسوطة على الخبر الحلو. راجيني؟ كيفك ستي؟ أنا كتير مبسوطة، ألف مبروك. يبارك فيكي ستي. بنتي لازم تحكي مع أبوكي وتخبري هالخبر. انتظري انتظري. شيخار، شرميزة، في خبر كتير حلو. اليوم طلعت راجيني بنتي حامل. وليك عم تحكي معي؟ عن جد ماما؟ إيه حبيبتي، هذا الخبر كان كتير حلو بالنسبة إلي. هذا هو العمر الصح لتجيبي ولد، لأنه المرأة الكبيرة لازم تكون ست، ما هي؟ اسمعيني، خدي حكي مع أبوكي. إيه أنا رح شعلك شمع وبحكيك. احكي شيخار، أنا راجعة. راجيني يعني أنت ولك شي؟ بابا شش. بابا أنا منيحة. انتبهوا على كل شي حكيناه. ماشي، أنا برجع بحكي معك بعدين بابا. بابا ديروا بالكم حدا ينتبه على شي. ماشي باي. شكراً لك شي، ما كنت بقدر أعمل شي من دون مساعدتك. عن جد؟ معقول؟ راجيني مين أنا؟ شو يعني؟ لشو هذا الشكر؟ شو اسمي أنا؟ لاكشي ماهي شواري، وانتي مرتي وحبيبتي وكل شي بحياتي. راجيني ولاكشي مع بعضهم، بعدين نحن واحد. انتي شي مرة شكرتي حالك من قبل؟ شو؟ اكيد مو صايرة. بتعرفي انك جرحتيني كتير حبيبتي؟ هي اخر مرة بتعمليها. ماشي؟ تعالي لاكشي. أنا حاسة حالي خايفة كتير، ما بعرف ليش. وليش بقى حبيبي؟ ما كان أحسن إلنا لو ما خبرنا حدا أبدا. مبروك إلكن، بنتكن راجين طلعت حامل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.